أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة تأتيكم من برنامج منتصف النهار ومتابعتنا المستمرة للتطورات الميدانية في جنوب لبنان مع مراسلين بعد شن جيش الاحتلال غارات جوية على مناطق متفرقة بجنوب لبنان. كما نناقش أيضا مع استعدادات جيش الاحتلال وحشد قواته على حدود لبنان، هل إسرائيل قادرة على التوغل البري للجنوب؟ وما نتائج هذا التصعيد على المنطقة؟ وفي حلقتنا أيضاً نتطرق إلى شروط إسرائيل لوقف ضرباتها على لبنان وسط تأكيدات إيران بالرد على جرائم الاحتلال. أهلاً بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سوياً عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. شهداء وجرحى جراء غارات جوية الاحتلال على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ومصادر إسرائيلية تؤكد تأهب جيش الاحتلال لتوغل بري في الأراضي اللبنانية. وزير خارجية تل أبيب إسرائيل كاتس يؤكد رفض مقترح التسوية مع حزب الله اللبناني. Be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. وإلى التفاصيل، حيث أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 15 صاروخاً من الجنوب اللبناني تجاه شمال الجولان ومستوطنة سنير، مشيراً إلى أنه تم اعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة. في غضون ذلك أفاد مراسلنا باستهداف بلدتي كفر حمام والخيام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني في غارات للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال نفذ 25 غارة جوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية. والاطلاع على مزيد من المستجدات بينضم إلينا من رميش مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، كما تنضم إلينا من تل أبيب دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. بعد التحية لكما، أبدأ معك مصطفى، يعني ما هو آخر المستجدات في الغارات المكثفة منذ الصباح؟ بالفعل يعني هي غارات مكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ على القطاعات الثلاثة هنا في الجنوب اللبناني. جميع الأقضية في الجنوب اللبناني شهدت غارات منذ الصباح الباكر والساعات الأولى لصباح هذا اليوم. نتحدث عن آخر هذه الغارات والتي كانت في منطقة سهل مرجعيون وقضاء مرجعيون بالكامل، الذي تعرض لقصف في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تنويع لهذه الغارات، سواء كان ذلك القصف المدفعي أو غارات تابعة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك بلدة الخيام صاحبة النصيب الأكبر من هذه الضربات. طوال ساعات هذا اليوم تعرضت لعديد من الغارات الجوية وقصف المدفعي أيضا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا فيما يخص القطاع الشرقي. أما في القطاع الأوسط هنا في بلدة رميش، وهذه البلدة التي تعرضت أطرافها هي الأخرى أيضا لعديد من الغارات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بلدة عيتا الشعب التي هي الأخرى صاحبة النصيب الأكبر من هذه الغارات التي يتم تنفيذها هذا اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، أيضا كانت هي صاحبة النصيب الأكبر من كل الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال والقصف المدفعي، بالإضافة أيضا إلى مارون الرأس وبلدة يارون وعديد من الأقضية هنا في هذه المنطقة، وخاصة قضاء بنت جبيل. هناك عديد من البلدات الأخرى التي تعرضت لأنواع مختلفة من الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. القطاع الغربي هو الآخر تعرض في أحيان مختلفة ومتفرقة
ولكن على مدى أقل مما تعرض له القطاعين الأوسط والشرقي من هذه الغارات والهجمات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى صيدا وصور وبعض البلدات الواقعة عند أطراف صيدا وصور هي الأخرى تعرضت لعمليات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما على الناحية الأخرى فكانت الرشقات الصاروخية مماثلة لكل ما يقوم به حزب الله من ردات فعل على مدار الأيام الماضية، حتى الآن ربما أكثر من 40 صاروخ هذه الرشقات الصاروخية التي انطلقت من الجنوب اللبناني صوب عدد من المواقع العسكرية والمواقع والاستخباراتية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، استهدفت عديد من الأماكن التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن هي رسائل عدة ما بين الطرفين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تريد إيصال رسالة بأنها توسع من عملياتها وأن عملياتها في الداخل اللبناني سواء كان ذلك في الجنوب اللبناني والبقاع الشرقية الذي تعرض خلال الساعات الماضية أيضا إلى عدة عمليات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الهرمل، منطقة الهرمل التي تتعرض غالبا لعمليات عسكرية من قبل طائرات الاحتلال على مدار الأيام الماضية، هي الرسالة التي تريد إسرائيل تأكيدها بأنها توسع من غاراتها وهجماتها في الداخل اللبناني، وتدعي وتتخذ هذه الذريعة دائما بأن كل هذه الهجمات هي بهدف مباغتة الأوكار التابعة لحزب الله والمخازن التي بها أسلحة أيضا تابعة للحزب، وهذه هي الذريعة التي يستخدمها جيش الاحتلال في ظل ما يقوم به من اعتداءات باتت واضحة على المدنيين في الدولة اللبنانية، وهذا هو ما وضح جليا من خلال أعداد المصابين وأعداد حالات الاستشهاد بين صفوف المدنيين التي تعلن عنها وزارة الصحة اللبنانية دوما وتباعا. على الجانب الآخر فإن حزب الله هو الآخر يريد إيصال نفس الرسالة بأنه قادر على المقاومة وعلى الاستمرار بالرغم من كل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من سلسلة لاغتيالات عدد من قيادات الحزب، وكذلك توجيه الضربات العسكرية التي تدعي سلطات الاحتلال بأنها أنهت على نصف قدرات حزب الله في الرشقات الصاروخية ومنصات الصواريخ. لذلك فالرسائل التي يريد الحزب من خلال بياناته الرسمية أنه قادر على تنويع هذه الرشقات ما بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى في الداخل الإسرائيلي. نعم، نذهب وإياك يعني مع المشاهدين مصطفى إلى دانا أبو شمسية لنستعلم عن هذه الرشقات الصاروخية التي ذكرتها. إليك دانا، ما تأثير هذه الرشقات الصاروخية داخليا؟ أبدأ في أحدث التطورات الميدانية، وقبل قليل كان هنالك بيان لجيش الإسرائيلي وتقارير إعلامية إسرائيلية أوردتها القناة 12 الإسرائيلية تقول فيها بأن هنالك إطلاق 15 صاروخا من ناحية جنوب لبنان اتجاه نهارية ورأس الناقورة والجليل الغربي، والتي على إثرها كانت قد دوت صفارات الإنذار في أكثر من منطقة في المناطق الحدودية الشمالية، وكان قد سبقها أيضا إطلاق صواريخ أخرى تجاه طبرية، وكان قد رصد سقوط لهذه الصواريخ في مناطق مفتوحة دون الحديث عن إصابات. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن الصاروخ الذي سقط في طبرية مصدره الشرق، أي من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. أما صفارات الإنذار التي كانت قد دوت مؤخرا في الجليل الغربي رأس الناقورة نهارية، فكانت قد دوت جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان اتجاه هذه المناطق. أضف إلى ذلك البيان الذي كان قد سبقه والحديث في المجمل عن 35 إطلاق صاروخي، كان من هذه الإطلاقات 15 صاروخ في شمال الجولان السوري المحتل، والحديث عن 25 آخرين من الصواريخ أو حوالي 20 إلى 25 صاروخ في جنوب الجولان والجليل الأعلى، والتي أيضا على إثرها كان هنالك تفعيل لمنظومة الدفاع الجوية التي اعترضت بعض الصواريخ فيما سقطت بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة. شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها أيضا كانت قد سقطت وأحدثت نيران قد أضرمت في العديد من المناطق، ولربما نتحدث اليوم أن هذه الموجة الثالثة منذ ساعات الصباح التي يطلق فيها ويبعث فيها حزب الله هذه الرشقات الصاروخية، على الرغم وتزامنا مع التقديرات الإسرائيلية التي يقولون فيها بأنه تم القضاء على القدرات الصاروخية لدى حزب الله بسبب الاستهدافات واسعة النطاق والغارات الجوية المكثفة على الجنوب اللبناني، أو استهداف المباني التي يستخدمها حزب الله لتخزين الأسلحة والمدخرات العسكرية والأسلحة كما يقولون. هذا في طبيعة الحال ينعكس على الشارع الإسرائيلي من خلال وضعهم في الملاجئ لمدة لا تقل عن 10 دقائق منذ أن تدور
تقوي صفارات الإنذار، وكذلك الحال على الرغم من تخفيف التقييدات التي كانت قد فرضتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولكننا ما زلنا نتحدث عن بعض التقييدات المفروضة على من تبقى من سكان المستوطنات هناك، أو حتى على أبعد من ذلك خوفا من استخدام صواريخ متوسطة المدى، وأقصد في ذلك حيفا أو بعيدة المدى، أي ما بعد حيفا، والهدف هو عقر دار هذه الحكومة الإسرائيلية تل أبيب حيث نتواجد. ولكن في المجمل التقييدات ما زالت مفروضة، ولكن بتخفيف هذه التقييدات، وهذه انعكاس هذه الرشقات الصاروخية الأخيرة تحديدا على المستوطنات والمناطق الحدودية الملاصقة لجنوب لبنان. أشكرك دانا أبو الشمسية، كنت معنا من تل أبيب، والشكر موصول إليك مصطفى عبد الفتاح الزميل، كنت معنا من رميش. أكد موقع ولا عن مسؤولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال يستعد لتوغل بري في لبنان، وأشار المسؤولون أن الجيش يستكمل عمليات مهمة في إطار التوجه للدخول البري إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعدما جمع الجيش معلومات استخباراتية دقيقة حول استعدادات حزب الله، وأن هناك جماعات بالجيش على أن التوغل البري بلبنان مسألة وقت. يأتي ذلك بتزامن مع ما أكده رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حول استعداد لبنان الكامل لتطبيق القرار الدولي 1701 لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني لتنفيذ مهامه كاملة بتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية. لمزيد من التحليل والاستقراء بينضم إلينا من عمان دكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية إليك دكتور عصام، يعني ما نراه من تطورات الآن وما نقله إلينا مراسلين، هل بتعتقد بأن توغل العدوان الإسرائيلي بريا قادم لا محالة، أم هناك فرصة للتراجع؟ لا شك أن التخطيط العسكري الإسرائيلي بعد كل هذه الضربات الهمجية والتدميرية الممنهجة لابد أن يعني في مخيلتها أن لابد أن تكون هنالك عملية برية لتقول بأنها استطاعت أن يعني تدمر قدرات حزب الله، وبالتالي استطاعت أن تصل إلى المواقع التي كان من خلالها أو منها تهدد قوة حزب الله المناطق في فلسطين المحتلة. ولكن لابد من النظر إلى أن الإسرائيليين ما زالوا حتى الآن ليسوا على قدر كامل من المعلومات الحقيقية عن ما تم تدميره من قوى بشرية قتالية قادرة على المقاومة، وما زالت تتحكم في طبيعة وطبوغرافية الأرض في الجنوب اللبناني. إذا ما وصلت إلى حقيقة استخباراتية يعني ذات مصداقية عالية، يمكن نقول أنها قادرة على التوغل بريا، لأن الدخول بالنسبة بري بالنسبة لإسرائيل ليس بهذه السهولة كما هو الضرب بواسطة الطائرات المتطورة التي زودت بها من قبل الولايات المتحدة. فأعتقد أن نجاح إسرائيل في حربها هذا هو نجاح في معركة عن بعد، وليس التحام بين مقاتلين وخصوم. لذلك أقول أن يعني أن هنالك سيكون أكثر من حالة إعادة حسابات لقدرة إسرائيل على التوغل بريا، وليست يعني مفهوم التوغل البري بغزة ليس ببعيدا عنهم، وأعتقد أن مصيرهم في جنوب لبنان قد يكون مثل مصيرهم في غزة. لذلك لابد أن تكون الحسابات على درجة دقيقة جدا وعالية من الخطورة والمسؤولية حتى لا تتكرر الهزيمة في جنوب لبنان لهم كما كانت في قطاع غزة. يعني بتتوقع دكتور عصام بشكل أو بآخر أن يكون هناك هزيمة لجيش العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، خطورة الإقدام على مثل هذا التصرف ما هي؟ وأتحدث عسكريا وسياسيا أيضا.
بالنسبة يعني لبنيامين الحقيقة نتنياهو؟ هو يعني نتحدث على المستويين السياسي والعسكري. على المستوى السياسي أعتقد أن الحالة النفسية التي أصبح فيها الشعب اللبناني وقوى المقاومة في حزب الله والمتعاطفين معه على درجة عالية جدا من حالة الانتقام والثأر من العدو الصهيوني. لذلك يعني قد يضحوا بكل ما يملكوا لكي يثبتوا لهذا العدو أن هذه القوى غير يعني ممكن تدميرها عن بعد، فقط في تدمير المباني وقتل القيادات. لكن يعني هو درس يعني لابد أن يدرس في المعاهد العسكرية. لكن أعتقد أن الحسابات العسكرية في الدخول البري لن تكون بهذه السهولة. على المستوى السياسي فأعتقد أنها قد تكون رسائل سياسية لدول الإقليم، سواء يعني لبنان عندما أصدر أنه وافق على تطبيق 1701، وهو وافق عليه أصلا بعد 2006، وإسرائيل وافقت عليه. الذي لم يوافق عليه هو حزب الله، لأنه لم يريد أن يسلم أسلحته ولا يريد أن ينسحب إلى شمال الليطاني. وبالتالي أعتقد أن الآن هل هنالك قدرة على إجبار حزب الله على التخلي عن كل هذه المواقع بعدما وقعت وحصلت له هذه الانتكاسة؟ يعني حقيقة أنا أتحدث من ناحية تحليلية، لو كنت محل هؤلاء وكنت من القادة العسكريين لهذه المقاومة فلن أقبل ما دام وصلنا نعم. إلى تلك الخسائر التي منينا فيها. فأعتقد إما أن تكون الخسائر كاملة ماحقة، وإما أن تعود حالة الانتصار كما كانت سابقة. لذلك حساباته على المستوى العسكري صعبة، أما على المستوى السياسي فهناك رسائل لسوريا، للبنان، لإيران، على اعتبار أن هذا الحزب يجب أن ينتهي، وإلا ستكون هنالك تطورات أخرى. وأعتقد أن أكثر ما يخشى الهجوم البري هو إيران وليست لبنان وليست سوريا. سوريا من ناحية النظام السياسي ليس لها من الأمر شيئا على سيادتها الأرضية، واللبنان محكوم بتلك الحالة التي وجد فيها دون إرادته، وإيران هي التي تحسب هذه الحسابات في موازين النفوذ والقوى في منطقة الشرق الأوسط، لأن حسابات القوى والنفوذ سيكون له حساب مختلف عما هو قبل هذه الحرب. طبيعة هذه الحسابات أعتقد أنها مختلفة، والمعادلة والمعطيات تغيرت. يسعدنا أن ينضم معنا أيضا يعني دكتور الكريم دكتور صلاح عبد العاطي من القاهرة، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأرحب بك ضيفي الكريم. ولكن أذهب مع السؤال المفتوح الذي ذكره الدكتور في الحوار أو في الإجابة، ما هي السيناريوهات المتوقعة من إيران بعد تغير المعطيات؟ بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وسلامنا إلى أهلنا في لبنان وفي غزة الذين يتعرضون الآن إلى عدوان وحشي غير مسبوق تتحلل من أعتذر التولي. أعتذر ضيفي الكريم، سأستكمل معك الحوار، ولكن يعني نذهب معك ومع ضيوف الكرام ومع المشاهدين إلى كلمة بلينكين الآن على القاهرة الإخبارية. Arab Emirates and the United Kingdom. We're working with journalists, civil society groups. المجتمع المدني لأجل دعم هذه المجموعات التي تحاول أن تخلق هذه البروباغندا. نحن لازلنا نعمل على هذه الجهود، وفي هذه الفترة وفي هذا الصباح يمكن أن أعلن أن الولايات المتحدة سوف توفر 140 مليون دولار لدعم المدنيين وأمنهم وجهود محاربة الإرهاب حول إفريقيا وآسيا. وبالطبع سوف نساهم كما استفعلنا بقبل 86 مليون دولار لأجل مساعدة العراق وسوريا. هذه المساعدات سوف تمكن هذه العمليات الأساسية لتوفير الأمور اللازمة مثل المياه والتعليم وأيضا دعم الفرص الاقتصادية. هذا الالتزام يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة في نيويورك
بالإضافة إلى هذه المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري، بالإضافة إلى النازحين في مختلف البلدان منذ عقد في هذا الحرب. نحن قد قمنا بتحقيق هذه الإنجازات، ولكن بينما يزداد التحدي يجب أن يزداد التعاون. وكما قلت، هذا ليس الوقت للتراجع، إنه الوقت للتعاون ولداء هزيمة داعش والتأكد من ضمان الأمن والاستقرار لجميع الشعوب. شكرا لكم، أشكر من كان موجود اليوم، وأشكر من يعملون يوميا لأجل دعم هذا الائتلاف. شكرا لكم جزيلا. كان هذا جزء من كلمة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، ونعود إياكم للترحيب بضيفي الكرام. وكنت انتهيت مع دكتور صلاح عبد العاطي. دكتور صلاح، يعني كان الحديث قبل الهواء أو السؤال قبل الهواء، ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل تغير المعطيات، سيناريوهات الرد الإيراني؟ يعني مرة أخرى مجددا كل التحية لك ولضيفك الكرام ولجمهور المشاهدين. وفي السؤال المحدد، نعم هناك معطيات مستجدة. إيران اتبعت سياسة الصبر الاستراتيجي لضمان مصالحها، وهي تعتقد لغاية الآن أنه يمكن تسوية هذا الصراع بأقل الخسائر، ولذلك هي لا تريد أن تذهب إلى حرب إقليمية مفتوحة يرغب بها نتنياهو في توريط الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو في هذا الصراع، بما يهدد الأمن القومي في الشرق الأوسط. ولذلك هي ضغطت على كل حلفائها وبما في ذلك حزب الله من أجل ضمان تقنين الرد، ولذلك لم تفتح بوابة لاستخدام السلاح الدقيق لدى حزب الله وتراكم القوى لديه. هذه السياسة جعلت نتنياهو يفتح شهيته إلى الردود. هي لم ترد على مقتل واغتيال إسماعيل هنية في داخل أراضيها بما مس بكبريائها وسيادتها، وكذلك لم تسمح بالرد، وكذلك حزب الله بالرد على اغتيال القائد أو القيادي فؤاد شكر، ثم تتوالت بعد ذلك الدوائر. ليسجل الاحتلال الإسرائيلي اختراقا تكنولوجيا هو ليس كبيرا بالمعنى الذي تصوره إسرائيل، هو عملية اختراق لسلسلة التوريد بتوريد أجهزة البيجر وأجهزة الكوكي كوكي، وبالتالي هناك 5000 جهاز باتت تبيت إسرائيل مع هذه الأشخاص في بيوتهم، تأكل معهم، تذهب معهم في أي مكان، وبالتالي امتلكت ترسانة من المعلومات الكبيرة. عدا عن الاختراقات سواء في إيران أو الاختراقات في فصائل المقاومة، وهذا أمر في مجرى العدوان الإسرائيلي وفي مجرى الصراع مفتوح على كل المصراعي، والاحتلال يحاول تصوير أن هذا الأمر إنجازا له، لكنه إنجازا لقوى استعمارية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي سهلت كل هذه العملية. وفي الوقت الذي تقول فيه الإدارة الأمريكية أنها غير راغبة لتصعيد الصراع إلى حرب مفتوحة، هي أعطت نتنياهو الضوء الأخضر للانقضاض على بيروت بعد أن أتم مهمته في قطاع غزة، وغطت ذلك من خلال مفاوضات طويلة حاولت أن تخفف من حدة الضغوط الدولية والإقليمية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دولة الاحتلال، وبما سمح نتنياهو لإطالة أمد الحرب، وعوضت مخازن السلاح التي فقدتها إسرائيل بما في ذلك التمويل المالي لاستمرار هذا العدوان الإسرائيلي. فجميعنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية تقوم على حفظ أمن دولة الاحتلال باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة لا تغرق في منطقة الشرق الأوسط، تريد من خلالها إبقاء نفوذها وضمان الحفاظ على هيمنتها وتحويل منابع الطاقة إلى محميات نفطية أمريكية، ومن خلالها تسد النفوذ المتنامي لروسيا أو الصين في داخل المنطقة. ولذلك إسرائيل حاولت تصوير الصراع وكأنه صراعا منذ البداية مع إيران وأذرعها، رغم أن المقاومة الفلسطينية وإن تلقت تمويلا من إيران هي مقاومة ما قبل إيران وقبل الثورة الإيرانية، وهناك حقوق واضحة للشعب الفلسطيني وهناك حقوق واضحة للبنان. جذر المشكلة كان ولا زال في وجود هذا الكيان الغاصب، ومع ذلك العرب وكل العالم كما يقول المثل الشعب المصري رضينا بالهم والهم مرضش فينا، قبلوا بدولة في حدود الرابع من حزيران 67، وإسرائيل تستمر في عدوانها لتلغي حتى هذه الحلول وتضم الضفة الغربية وتهود مدينة القدس وتستمر في عدوانها واحتلالها وحصارها لقطاع غزة.
لبنان مشكورا واي فصيل قام باسناد الشعب الفلسطيني كما تساند الولايات على باطله وعلى حق ساند الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا والمانيا وبريطانيا تساند دوله الاحتلال في عدوان خارج اطار القانون وهي على تمام الباطل ومع ذلك العالم لا يتحدث عن هذا الاسناد لذلك هناك التزام اخلاقي بقرار جمعيه عامه للامم المتحده تجبر دول العالم بمسانده حركات التحرر وهذا قرارات في 73 وفي 60 وفي 82 قرارات جمعيه عامه لكن الان هذا الدعم لاي من فصائل المقاومه يوسم بالارهاب في تغيير طبيعه القانون الدولي وتغيير المفاهيم لذلك نحن نزاع معركه مفتوحه يرغب نتنياهو فيها بالانتصار كما يقول في الشرق الاوسط وهو عندما يعني الشرق الاوسط يلغي كل القوى ويلغي حياه 450 مليون عربي تماما يعني هو تحدث يعني عذرا على المقاطعه دكتور صلاح عن فكره التغيير الاستراتيجي لشرق اوسط وكنا نسمع دائما شرق اوسط جديد ما هذه كلمه حماله اوجه ما هو باطن هذه الكلمه باطن هذه الكلمه واضح في كتابه اسرائيل تحت الشمس وفي كتبه المختلفه نتنياهو منذ البدايه والغى اتفاق اوسلو وكان معارضا له حتى التسويه قليلة القيمة يعني إنجاز التوصيف والتي لم تقضي إلا لعملية طويلة سميت عملية سلام دون أن يكون هناك سلام فعلي بل سمحت بمزيد من الاستيطان ومزيد من التهويد ومزيد من ضم الأراضي الفلسطينية دون وجه حق واغتيالات وقتل خارج إطار القانون وهذه نتائجه لتظهر على حقيقة هذه المشكلة ليست الآن في دولة الاحتلال المشكلة في مجتمع إسرائيلي بات يؤمن كله على خلاف المنطق مجتمع مريض يؤمن بالإبادة والتطهير العرقي هذا يظهر الوحشية الحقيقية والفاشية والعنصرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي قامت على أنقاض الحقوق الفلسطينية والعربية ولم تحترم منذ قيامها أي من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولم تلتزم إلا عندما ألزمت عبر القوة عندما نجحت مصر في توجيه ضربة خاطفة في 6 أكتوبر في عام 73 وبالتالي استطاعت أن توقف التمدد الإسرائيلي وتستعيد أراضيها وأيضا كذلك فعلت لبنان وفعلت قطاع غزة وفعلت الأطراف المختلفة عندما تكون قويا سيحترمك عدوك وسيلتزم وسيقدم التنازلات عندما ستكون ضعيف سيشن مزيد من الهجوم وتنفتح شهيته كما فعل مع حزب الله عندما فهم رسالة عدم الردود وعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية لأن الساحة مفتوحة له واستطاع أن يوجه هذه الضربات رغم أن عمليات الاغتيال والقتل في حركات التحرر الوطني هي تزيد من قوتها ولا تضعفها وكل عمليات الاغتيال التي تمت في التاريخ الإنساني لم تقضي على حركات التحرر التي هي فكرة بالأساس ولا يمكن القضاء عليها ولا يمكن القضاء على الشعوب تستطيع أن تقضي على قائد على حزب على أي مكان تضعفه ولكنك لا تستطيع أن تقضي إرادة على إرادة الشعوب التواقة للحرية وإن ضعفت اليوم ستستمر في المستقبل في التقدم باتجاه الحصول على حقوقها يعني لذلك الشرق الأوسط الذي ينشد دولة الاحتلال هو شرق أوسط تفوق في إسرائيل تتسيد على المنطقة تحول كل دولها إلى آليات طيعة لمصالحها ومصالح الغرب الاستعماري دون أي يعني على الأقل تفهم حقوق هذه الشعوب وسيطرتها على مواردها. طب ذكرت يعني دكتور ذكرت دكتور صلاح نعم دكتور صلاح ذكرت موضوع الاغتيالات هو موضوع مهم أذهب إلى دكتور عاصم وسياسة الاغتيالات التي دكتور عصام سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل منذ القدم تاريخيا هناك ما تعترف به وهناك ما لا تعترف به كيف يمكن تجريم إسرائيل فيما تفعله من اغتيالات ليس لدى أي دولة الحق في تصفية عناصر هناك قانون دولي يحكم هذه المسألة ونتنياهو في حد ذاته مجرم وملاحق دوليا لماذا هذه الاغتيالات؟ حقيقة لابد أن يعني ننظر إلى الواقع الذي يوجد فيه إسرائيل الآن إذا كانت هي منذ قيامها ومنذ بن غوريون
من تلاه من حكام إسرائيل جميعهم كانوا مطلوبين للمحكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب، ولكنهم أيضا كانوا يسافروا ويعودوا ويمسرحوا ويمرحوا ولا حسيب ولا رقيب، لأنها وجدت لتكون فوق القانون الدولي طبعا وبمساندة القوى الكبرى القوى العظمى. ونحن سمعنا الولايات المتحدة عندما قالت أن هذه المحاكم محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لم توجد للعالم الأول، هي وجدت للعالم الثالث، وبالتالي إسرائيل تعتبر نفسها أنها فوق العالم أو فوق العالم الثالث، دعنا نقول إن لم تكن فوق العالم الأول. لذلك عادة نرى أن القانون لا ينطبق عليها وترى نفسها فوق هذا القانون، لذلك عملية الاغتيالات هي إحدى الوسائل التي من خلالها تستطيع أن ترسم لأمامها خطة استراتيجية لتقول أن يدها طويلة، وهذا ما قاله نتنياهو أن يد إسرائيلية طويلة وتستطيع أن تطال أي أحد في أي مكان من المنطقة، وليس أدل على ذلك من ضرب ميناء الحديدة في المرة الأولى وفي المرة الثانية. الرسالة في المرة الثانية ليست هي لضرب الحديدة ومحطة الكهرباء أو بعض مرافق النفط، هي رسالة لإيران بأننا استطعنا أن نصل إلى اليمن إلى الحديدة ونضرب ونعود، فإذا نحن نستطيع أن نصل إلى أي مكان نريده داخل إيران. هذه الرسالة فهمتها إيران واستوعبتها حقيقة، ولكن ما هي الرسالة التي تريد إيران الآن أن تقدمها لإسرائيل من خلال حزب الله في قيادته الجديدة؟ هل يمكن أن تكون لقدرة لإيران على قيادة حزب الله فيما لو أصبح هاشم صفي الدين هو أمين عام هذا الحزب من جديد، وهو صهر قاسم سليماني، وهو الذي تربى أيديولوجيا في الحوزات العلمية وفي قم؟ أعتقد أننا الآن أمام حالة قد ننتظر قليلا للتوجهات المستقبلية لهذا الحزب. هل يمكن أن يكتفي بما عمل ويحفظ ما بقي من سلاحه الاستراتيجي مخبأ لوقت ما لا نعلم متى؟ إذا لم يستخدم الآن فمن وجهة نظري لا يستخدم بعد هذا الوقت. لذلك أنا أقول أن العملية الآن هي عملية إعادة رسم خارطة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وسوريا ومهضمة الجولان، وأعتقد أن لبنان ستكون إحدى هذه المحطات الرئيسية، ولكن يعتمد ذلك على موقف فرنسا والولايات المتحدة. إذن هنالك حالات يمكن أن ننظر إليها على أنها بداية مشروع الشرق الأوسط الجديد بناء على ما كتبه نتنياهو في كتابه مكان بين الأمم، أو ما كتبه بيريز موقع تحت الشمس، أو ما تحدثت به كونداليزا رايز الشرق الأوسط الجديد، أو مادلين أولبرايت. هذه الأمور الآن نحن نشاهد عمليات تطبيقية لها على أرض الواقع، وأعتقد أن القيادة العسكرية هي التي أجبرت نتنياهو للخروج من غزة للذهاب إلى جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة لكي يحصل على شيء من النصر الرمزي أو التكتيكي الذي فقده في 7 أكتوبر. إطلاقا لا يمكن كل ما عمله ومن أعمال ضد أجهزة البيجر والاتصالات والقتل القادة في حزب الله، أعتقد أنها لا يمكن أن ترمم صورة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل في 7 أكتوبر من قبل المقاومة. طيب يعني دكتور عصام، صحيح ما تراه ما تسرده صحيح أنه يحاول أن يغلف نصر بشكل أو بآخر يغطي على الهزيمة التي حدثت في 7 من أكتوبر وقطاع غزة ولم يخرج بمكتسبات؟ أعود إليك دكتور صلاح ودكتور عصام،
ترامب تحدث في محور مهم جدا، أين الأهداف الاستراتيجية والأساسية لهذه الحرب؟ لم تفكك حماس، لم يعود الرهائن، يعني مراسلون ينقلون إلينا بأن الإسرائيليين يذهبون إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار ودويها، فبالتالي لا يوجد أمن ولا أمان. ما التالي في الداخل الإسرائيلي بعد ما حدث في لبنان؟ نعم، أنا أوافق الدكتور عصام، ولكن أود القول بأن إسرائيل جدها الطولة هي تفكر كعقل المجرم، عقل الإرهابي، عندما تمتد يدها إلى لبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وحتى اليمن، هي تمارس إرهاب دولي منظم. هذه عقلية مجرمة يستطيع أي مجرم القيام بها، تسليم المياه، القيام بعمليات قصف، استخدام التكنولوجيا قصف أو بهذا الشكل في تدمير لكل المنجزات الإنسانية. هي دولة بلا أخلاق، دولة مارقة، وتستطيع، ولكن الدول العربية والدول العالم لا تفكر بهذا المنطق، لغاية الآن تفكر بمنطق الدولة وبمنطق القانون. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضربا عرض الحائط بمنطق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، ووضعا شريعة غاب. للأسف هذه الشريعة ستبطي إلى أن الحديث عن صراع وجود بلا ضوابط، بلا خطوط حمراء، بمعنى تحويل كل منجزات البشرية الإنسانية وقواعد القانون الدولي إلى حبر على ورق، طالما لم تحترم من قبل الاحتلال الأمريكي أو العدو الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأمور تتجه باتجاه التدحرج. إسرائيل لن تستطيع تحقيق، كما ذكرت، تحقيق أي من أهدافها المعلنة. لن يعود سكان الشمال إلا باتفاق مع حزب الله، ولن يعود أيضا، ولن تنعم إسرائيل بالأمن إلا باتفاق باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. فقد مل الفلسطينيين ومل العالم من الحديث عن حل الدولتين، تهدم إسرائيل، ولذلك شكل التحالف الدولي الآن لإقامة الدولة الفلسطينية. هناك الآن انتهاء للسردية الإسرائيلية على مستوى العالم، هناك تظاهرات في كل العالم، ولكن وسائل الإعلام تحجم عن تغطيتها ارتباطا في محاولة لكي الوعي وتغيير المفاهيم وتحقيق الهزيمة النفسية للشعوب الباحثة عن الحرية. أيا ما كان، هذا الغرب الاستعماري عليه أن يدرك تماما أن ليس كل ما يريده يستطيع أن يحققه. هو إن أراد يريد إضعاف العامل العربي تماما، تمزيقه، وفعل ذلك من خلال ما يعرف بحروب الجيل الرابع سابقا، وما يعرف بالشتاء العربي أو الربيع العربي، أيا ما كان، في إضعاف الدولة القومية وفي جعلها دول رخوة وفي الحديث وفي سرقة موارد الشعوب. وإنما توجد منابع الطاقة، توجد قواعد عسكرية أمريكية لحمايتها، وفي محاولة لمصادرة القرار السياسي. والدول العربية وإن كانت الآن بدأت تنوع في مصادر سلاحها واستيرادها، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب في إقامة ما يعرف بإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، يريد تغيير واستبدال قناة السويس بقناة بن غوريون، يريد السيطرة على حقول الغاز على شواطئ قطاع غزة، يريد السيطرة على حقل كريش في لبنان، يريد الهيمنة على المنطقة بإضعافها وجعلها شعوب خاضعة ودول خاضعة أيضا للاحتلال الإسرائيلي. هذا لن يتحقق له، لأن هناك إرادة لدى الشعوب ولدى الدول. هذه الدول وإن مرت بكبوات أو ضعف أو تراجع، إلا أنها تستعيد مكانتها وتستعيد دورها وتستعيد عافيتها. ولذلك هي الآن وإن كانت تحاصر بجملة من النزاعات، سواء مصر التي تحاصر بجملة من الأزمات في محيطها، إلا أنها تستعيد دورها كدولة رائدة ودولة إقليمية. وإن كان الصراع في الشرق الأوسط سابقا ينحصر بين ثلاثة قوى، هي إيران وتركيا وإسرائيل، والعرب بسبب غياب قوة دفاع عربي مشترك أو نظرية أمن قومي فاعلة ووحدة عربية فاعلة، ضاع العرب في معادلة الصراع بين المحاور الإقليمية. وهذه المحاور التي سمحت بالزج في الدول العربية في صراعات بينية وصراعات داخلية. آن الأوان أن ندرك بضرورة الإصغاء إلى خطاب الرئيس السيسي عندما طالب بتشكيل قوة عربية، وللأسف بعض الدول لم تلتزم بهذا النداء وهذه الرؤية. وأيضا لابد من الإيمان في قدراتنا وقدرات شعوبنا على صد هذه المخططات. وإن كنا ندرك أنه دون انزلاق إلى صراعات أو حروب، لأننا ننشد احتراما للقانون وسلاما عادلا قائما على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا أن هذا لن يأتي إلا بتدخل عسكري يلزم إسرائيل عن احترام القانون، عن التراجع عن هذه السياسات العدوانية تجاه دول الجوار. نعم دكتور صلاح، يعني لن يتم ذلك. نحن أمام
ثلاث سيناريوهات سريعة. الأول هو بقاء الوضع كما هو عليه ما دون حرب إقليمية أو اتساعها إلى حرب إقليمية وتصاعد هذا الصراع، وفي ذات الوقت ستبقى نعم. إسرائيل أيا ما كانت في مأزق على كل المستويات، ولكن للأسف هي تملك من القوة بسبب الدعم الأمريكي ما يؤذي المنطقة. أشكرك دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وشكر موصول إليك دكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من عمان، وكنت معنا أيضا ضيف الكريم دكتور صلاح من القاهرة. ورغم تحذيرات من تفاقم الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مستعرة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها أنها لن تترك الجرائم الإسرائيلية تمضي دون رد، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الرد على اغتيال إسماعيل هنية أمر حتمي، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يفلت من العقاب. في المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير خارجية دولة الاحتلال إسرائيل كاتس تأكيده رفض مقترح التسوية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو نقل حزب الله اللبناني إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه. لمزيد من الاستقراء ومن التحليل بينضم إلينا من القاهرة أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أرحب بك سيد أشرف في هذه الساعة. وطبعا يعني الخبر ينقسم إلى شقين، ما بين الرد الإيراني وما بين موقف حزب الله من طلبات إسرائيل. هل بتعتقد بأن هذا الرد قادم قريبا أم ما هو القادم من هذا الرد؟ يعني لدي قناعة كبيرة جدا انه ايران يعني تقوم بمراجعة الامر كثيرا، ولديها اولويات، هذه الاولويات اهم بالنسبة لها من حزب الله ومن المواجهة الحالية مع اسرائيل. ايران تريد ان تصبح دولة نووية، ايران تريد ان تخرج من شرنقة العقوبات المفروضة عليها، وإيران تعلم أن هناك تململ شعبي في الداخل من التورط في صراعات المنطقة دون أن يعود ذلك على الشعب الإيراني. ورأينا عندما توفيت الشابة مهسا أميني كيف كانت هناك يعني مظاهرات لمدة شهور طويلة. إيران مخترقة من الداخل وهي تعلم ذلك، العديد من حالات استهداف العلماء النوويين، بل أن إسرائيل تمكنت منذ سنوات من يعني الحصول على أسرار البرنامج النووي، أرشيف كامل للبرنامج النووي. حدثت تفجيرات في أهم منشأة نووية إيرانية، منشأة ناتانز، تحدث تفجيرات في مصانع وغيرها. وبالتالي إيران لأنها دولة رغم كل شيء تملك عقول وتملك تاريخ، فلا تريد أن تدخل في صراع مباشر ستخسره إذا دخلت مع إسرائيل، لأنه هذا لا يعني أن المواجهة ستكون بينها وبين إسرائيل فقط، ولكن المواجهة ستكون بينها وبين الولايات المتحدة والغرب، وإسرائيل تتمنى هذه المواجهة وتستعجلها. ونتنياهو في يعني العمليتين اللتين قام بهما ضد الحوثيين في إيران، كان يقوم بعملية تدريب لطائراته للوصول إلى طهران. كذلك الكل يعلم أنه هناك مشكلات بين إيران وأذربيجان بجانبها، إيران تدرك كل ذلك، ولذلك إيران لم تندفع في أي مرة للرد السريع على إسرائيل ولا حتى على الولايات المتحدة. عندما قتل قاسم سليماني وهو أهم شخصية في تاريخ الثورة الإيرانية بعد خميني وخميني، لم تقم إيران برد حقيقي. إيران مثلها مثل الاتحاد السوفيتي والغرب فترة الحرب الباردة 75 عاما في حالة عداء دون أن تطلق أي منهما رصاصة في اتجاه الأخرى، وإنما تتم المواجهة عن طريق الأذرع. ولذلك عندما تقول إيران أنها سترد، هي سترد، ولكن عن طريق الأذرع، سترد عن طريق المكايدة، سترد عن طريق عمليات
ربما اغتيال أو غيره، ولكن هجوم مباشر، التحام مباشر لن يحدث. نعم أستاذ أشرف، ذكرت الأذرع الخاصة بإيران ونحن نتحدث عن اليمن وضرب والضربات على اليمن. الصفحة الثانية بالنسبة لإسرائيل كانت الجوار اللبناني وهذا العدوان الذي شهدناه وزال مستمرا حتى الآن وسط الصمت الدولي. هل بتعتقد بأن هناك صفحات أخرى ستقبل عليها حكومة إسرائيل ومتمثلة في نتنياهو، ستقوم بالاعتداء على دول أخرى؟ دعيني أقول لك ببساطة، أخطر يعني تهديد كان يواجه إسرائيل هو حزب الله، وما دامت إسرائيل دخلت في مواجهة حزب الله فلن يهمها أي طرف آخر. اليمن رغم امتلاكها المسيرات وصواريخ إلا أنها على الأرض ضعيفة، ليست لديها دفاعات جوية يمكن اختراقها في أي وقت، وضربات قليلة مثل الضربة التي تمت أمس والضربة التي تمت منذ أسابيع يمكن أن تؤثر في اليمن، وبالتالي هذه ليست معركة بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة للعراق، الدولة العراقية لا تريد الانخراط في هذا الصراع، وإنما تقوم بذلك ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الولائية التي تأخذ قرارها من إيران أو تجامل حزب الله أو تجامل حماس، وبالتالي هذه ليست معركة يعني سنقول أنها ستحدث إسرائيل تستنزف هؤلاء. نفس القصة ما يحدث في سوريا، لدرجة يقال أنه إسرائيل قصفت أمس مقر الفرقة الرابعة للجيش السوري التي يقودها ماهر الأسد، وحتى ربما هناك بعض الشائعات عن اغتياله وهذا لم يتأكد، وفقط لمعاقبة يعني ماهر الأسد ومعاقبة النظام السوري على يعني توصيل أسلحة إلى حزب الله وإلى الميليشيات الموالية لإيران، وبالتالي الجبهات الأخرى ليست مهمة. الجبهة الحقيقية الآن هي جبهة حزب الله، وللأسف الشديد إذا انهارت هذه الجبهة فلن يكون أمام إسرائيل أي خطر يواجهها في أذرع إيران في المنطقة. إيران لن تدخل، كان التركيز كله على حزب الله، وكان الحديث عن القدرات الخرافية لحزب الله وقدراته التنظيمية والإدارية وامتلاكه المئات الآلاف من الصواريخ وما يسمى بالصواريخ الدقيقة والصواريخ الطويلة والصواريخ الثقيلة ومسميات صواريخ استمعنا إليها كثيرا مثل قادر ويعني صواريخ كثيرة كثيرة، وفي النهاية لم نرى شيء. اللحظة هذه ليست القصة هي حزب الله، بل هو المطلوب أن يتم دعم الدولة اللبنانية لكي تقوم يعني بالسيطرة على أراضيها، لأن الأوضاع في لبنان تحت الضربات الإسرائيلية وتحت شبه الانهيار الذي حدث في لبنان. لبنان وضعه صعب جدا، الحديث يدور عن مليون نازح تقريبا، ونحن لم نبدأ بعد ما يسمى بالهجوم البري، وما زالت العمليات الإسرائيلية مستمرة. إذن لا يوجد لا مواجهة حقيقية بين إسرائيل والعراق أو حتى اليمن أو سوريا، المواجهة الحقيقية هي ما يحدث الآن في لبنان، خاصة بعد تحييد غزة بنسبة 95%. أستاذ أشرف، يعني أنت تتحدث عن هذا العدوان، عدوان الجيش الإسرائيلي، ونحن الآن نشاهد على الهواء مباشرة يعني مشاهد لتصاعد الدخان من غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بيروت. ما نشاهده الآن عبر شاشة القاهرة الإخبارية مباشرة استمرار لهذه السلسلة من الغارات لاستهداف العمق اللبناني. هل بتعتقد بأن لبنان سترى سلاما في الوقت القريب مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وعلى المقلب الآخر هناك مساعي دبلوماسية من أجل تهدئة الأوضاع وسقف متطلبات نتنياهو مرتفع جدا بالنسبة لحزب الله؟ يعني أنا أعتقد أنه لابد من الدعم العربي والإسلامي والعالم الكامل للدولة اللبنانية. ما وصلنا إليه الآن هو بسبب غياب أدوار الدولة سواء في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن. ما وصلنا إليه هو ميليشيات تتخذ القرار
دون أن تكون مستعدة له. دعيني أحدثك بصراحة، يعني ما حدث في 7 أكتوبر في اللحظة الأولى كان هناك انتصار مؤزر للمقاومة لأنها هاجمت إسرائيل، ولكن من قام بالهجوم لم يحسب رد الفعل الإسرائيلي فدفعت غزة ثمنا باهظا. لبنان حزب الله يتحدث عن قدراته وتهديده لإسرائيل وامتلاكه لصواريخ كبيرة دون أن تكون لديه شبكة دفاعات جوية قوية. ما تعاني منه لبنان الآن هو غياب شبكات الدفاع الجوي التي يمكن أن تحمي الدولة، علاوة على الانقسام والتغلغل للحزب داخل كل مفاصل الدولة، وبالتالي لابد أن نتحرك الآن لدعم الدولة في لبنان ودعم السلطة في فلسطين ودعم الشرعية في اليمن حتى لا تتكرر هذه المآسي. لا يمكن أن نترك لميليشيات أن تتخذ القرار فتورط شعوبها وتورط المنطقة. ومصر بعد ثورة 30 يونيو رفعت شعار مهم جدا فيما يتعلق بالحرب التي كانت دائرة في سوريا، وهو أنه لابد من الحفاظ على الجيش الوطني السوري والدولة الوطنية في سوريا وعدم ترك الأمور تحت سيطرة ميليشيات. هذه الميليشيات يعني تتبع هذا الطرف أو ذاك. هذا السيناريو يجب أن يتكرر مع لبنان ويكون هناك دعم كامل للدولة اللبنانية. وأعتقد أن اليوم ربما كانت هناك مؤشرات إيجابية عندما تحدث السيد نجيب ميقاتي وقال أنه اتفق مع السيد نبيه بري أنه بمجرد يعني وقف إطلاق النار سيتم انتخاب رئيس. لا يمكن أن نتصور أن دولة في تاريخ لبنان وفي عظمة لبنان تعيش سنوات بدون رئيس وتعيش سنوات على يعني حكومة تصريف أعمال. ولذلك ربما يعني تكون هذه النكبة التي يتعرض لها لبنان الآن فرصة لاستعادة وحدة لبنان وتغيير المفاهيم والوصول إلى يعني اتفاق على أنه لبنان يجب أن تدار بواسطة كل اللبنانيين بجيش وطني بعقلية في التعامل مع قضايا المنطقة، لأنه الدفاع عن اللبنانيين هو الأولوية الأولى للشعب اللبناني. يعني روشتة من وجهة نظرك أستاذ أشرف، روشتة الأمن والأمان والاستقرار هي إقامة دولة وحكومة وليست التعاون صحيح مع ميليشيات. نعم تفضل. صحيح، لأنه دعيني أقول لك بصراحة شديدة، جزء من الاختراق الذي تعرض له حزب الله والتغلغل الإسرائيلي داخل مفاصل الحزب وانكشافه بشكل لم يحدث في تاريخ البشرية، كل القادة ما أن يخرجوا من بيوتهم للاجتماع أو لعمل أي شيء يتم استهدافهم، يتم استهداف أجهزة الاتصالات بل السيطرة على هذه الأجهزة وزرع المتفجرات فيها. هذا لأنه حزب الله جعل من أجزاء كبيرة من المجتمع اللبناني يعني معادين له أو غير مرحبين به، وبالتالي تم اختراق الدولة وتم اختراق الحزب. لابد أن تكون هناك يعني أرضية مشتركة تسمح للجميع بأن يتعايشوا معا وبكل مساواة وبكل حرية حتى يدافع الجميع عن البلد. للأسف لو زادت ضربات إسرائيل على لبنان قد تنهار لبنان وقد تتفكك، وبالتالي رغم كل المآسي هناك فرصة الآن لاستعادة الدولة اللبنانية ولإنهاء سيطرة أي ميليشيا على هذا البلد. ومن يريد أن يحمل سلاح يكون هذا السلاح تحت سيطرة الدولة والقرار قرار الدولة، وهذا يجب أن يكون أيضا في غزة ويجب أن يكون في اليمن، لأنه لا يمكن أن نترك لمجموعة صغيرة لا ترى إلا مصلحة قد تكون يعني ليست مصلحة أبناء البلد وليست هي المصلحة الكلية للدولة، وبالتالي تتسبب في الكوارث التي نعيش فيها الآن بسبب القرارات الفردية. أشكرك أستاذ أشرف أبو الهول، شكرا. مدير تحرير الأهرام، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية منتصف النهار، ألقاكم غدا في نفس الموعد ولكن قبل ساعة من الآن. تذكروا دائما أنه في كل يوم نهار جديد، فاجعل ابتسامة تعتليك في منتصف كل نهار. دمتم في أمان الله وإلى القاهرة الإخبارية.